مجمع القرية الإنجليزية في أربيل. يقع هذا المجمع أيضا من منطقة المربع الذهبي، ويعتبر هذا المجمع هو من المجمعات الأولى اللي انبنت في أربيل. طبعا هذا المجمع يحتوي على فلل وعلى أشقق، والفلل كلها مساحات واحدة هي 324 متر. وطبعا أسعار هاي الفلل تبدي من 500 ألف دولار إلى حد 750 ألف دولار، يعني من 50 شدة لحد 75 شدة، يعني من 50 دفتر لحد 75 دفتر. والشقق هي بيها مساحة واحدة هي 150 متر، وأسعارها تبدي من 145 ألف دولار لحد 180 ألف دولار، يعني من 14 شدة ونص إلى حد 18 شدة، من 14 دفتر ونص إلى حد 18 دفتر. في هذا المجمع للفلل اللي يسكن بها الشخص، يكون مالك الشخص 80 ألف دينار، واللي هي تشمل سكوريتي والنظافة والماء. وللشقق 60 ألف دينار، أما للمؤجرين إذا كان شركات الفلل 100 ألف، وللشقق أيضا 100 ألف للي يكون شركة أو مؤسسة داخل هذا المجمع. طبعا هذا المجمع مثل ما ذكرنا انه من المجمعات جدا مرغوبة، لان يعني يقع في مربع الذهبي، وايضا مجمع جاشف المساحات الخضراء والمنازل. طبعا ديكور خارجي يعني ما حد يقدر يستطيع ان يغيره. طبعا هاي البيوت كلها طابو، يعني تسجل باسم العراقيين فقط. جاشف المساحات الخضراء والشوارع الفريحة اللي موجودة بالمجمع، كهرباء 24 ساعة، المي 24 ساعة، خدمات بيئة يعني متوفرة على مدار اليوم، وبأسواق وبكافتيريا أيضا وبمطعم. مدارس ما بداخل المجمع، والحضانات هي خارج المجمع لكنها قريبة. طبعا المجمع يبتعد عن أكبر بارك أو منتزه في أربيل، هو بارك سيد عبد الرحمن، حوالي 10 دقائق يعني مشي، يعني دقيقتين ثلاثة بالسيارة. طبعا يبتعد عن مركز أربيل حوالي 10 دقائق، وعلى المطار أيضا 10 دقائق. موقع استراتيجي جدا، ولهذا دائما أغلب الأشخاص اللي يشترونه أما يستخدمون الاستثمار، يعني لأن يتأجر بسرعة وأيضا سعره بارتفاع. طبعا هذا المجمع كان لمن 2006 بدأ التسجيل به كان حوالي 160 ألف دولار، يعني 16 شدة و16 دفتر، وحاليا شوفوا سعره وصل إلى 500,000 دولار إلى 750 ألف دولار. يعني هذا المجمع من المجمعات اللي حيب يستثمر ويستفاد أو حتى يسكن، إنه هذا مجمع ممتاز، وهي أيضا تعتبر المناطق الراقية جدا في أربيل. يعني وجهة لحظة المساحات الخضراء الموجودة ومن الأشجار والشوارع الواسعة، يعني هذه قلة ما تلقاها في مجمعات في أربيل، إنه تكون عدد المنازل محددة وذات تصميم واحد، وأيضا تكون بيها مساحات خضراء كثيرة، ومجمع جدا هادئ ومرتب جدا. يعني اللي حاب يسكن في منطقة تكون قريبة على كل أماكن، هذا المجمع هو أفضل خيار لأي شخص يريد يسكن بيه، وأيضا أفضل خيار للاستثمار. طبعا هذا المجمع من الصعب جدا أن تنخفض أسعاره، لأنه يعني مثل ما ذكرت أنه مرغوب جدا، ومساحته يعني كبيرة، 324 متر، يعني مساحة جدا كبيرة، وبهيك موقع جغرافي وبه خدمات عادة يعني قليلة، كو هيك مواقع بهاي الأسعار. يعني في مجمعات أخرى أيضا بنفس المساحات يمكن أسعار أقل، لكن تكون مكتظة، ما يكون مجمع حوالي أكثر من 500 بيت أو 600 بيت، هذا يعني مجمع جدا قليل، يعني مساحة عدد البيوت قليلة جدا، حتى الشقق محدودة هي 4 عمارات. ولهذا أنا أنصح للشخص اللي يريد راحة عنده إمكانية، فهذا المجمع هو أفضل اختيار للسكن. طبعا راح أخليكم رقم هاتف تتواصلون وياه لأي شخص يعني يرغب يستفسر، مو بس عن هذا المجمع، عن أي عقار آخر في أربيل. بس لازم الشخص اللي يشتري لازم يكون عنده رقم معين للشراء، يعني مو يذكر أرقام يعني قليلة ويريد يشتري بمجمعات كراق، يعني هذا الشيء ما موجود وصعب. ومثل ما ذكرنا هدفي انه بنشر هذه الفيديوهات هو لتعميم الفائدة على الجميع،
حتى الشخص اللي تكون عنده رؤية كاملة عن كل مجمعات أربيل وعن أسعارها ومواقعها، ما بالنسبة لتفاصيل أخرى يريد يعرف كم غرفة نوم أو واجهة البيت. يعني هاي مخليكم رقم هاتف تقدرون تتواصلون وياه، الرقم هو واتساب، يعني تستفسرون من عندما تتواصلون وياه بالاتصال. طبعا مجمع مثل ما قلنا مجمع القرية الإنجليزية هو يعتبر السنتر المربع الذهبي ومركز المربع الذهبي لكل الشركات والمنظمات والمجمعات الراقية تكون بجانب مجمع الامباير، رؤية تاور، الفيتال، كلها هي بجانب هذا المجمع، وهو يعتبر أكثر مجمع لقريب على المقاهي ومطاعم والأسواق والمدارس الخاصة، وأيضا هو يعني ما يبعد يعني مئات الأمتار عن أكبر منتزه في أربيل ومنتزه بارك سامي عبد الرحمن. ومثل ما ذكرت أنه هاي الفيلا اللي هي طابو يعني تسجل باسم العراقيين، والخدمات متوفرة بـ 24 ساعة كهرباء وماء والسكيورتي. وانتو جات تلاحظون يعني وساعة الشارع ومساحات كبيرة. طبعا أنا خلال هاي الفترة صورت أكثر شيء مجمعات، لأن مثل ما ذكرت إنه بالمجمعات يعني عندك موضوع ركن السيارة ما راح يكون فيها مشكلة، الشوارع تكون واسعة بحدائق كثيرة، وأيضا إنه البناء يكون نظامي أكثر شيء، موضوع الكهرباء والمي. أما في مناطق الأخرى في أربيل يعني حتكون موضوع الشوارع حيكون هناك تكون ضيقة، البيوت تكون 100-125 ونادرة ما تكون بيوت 200 متر، وتكون الحيطة ملاصقة. يعني دائما أفضل المجمعات لأن يعني تكون أغلب أبنيتها تكون غير ملاصقة مع بعض بها حدائق، يعني نحكي كبيوت إحنا. صحيح أسعارها تكون مرتفعة عن المناطق، بس هي هذا الواقع إنه الشخص اللي يريد يرتاح أو يريد مكان هذا في المجمعات أفضل خيار بكل أربية. طبعا مثل ما ذكرت إنه المجمع الإنجليزي القرية الإنجليزية والإمباير والفيتال والرؤية تاور والأمارف حاليا الرامي تاور، هي هاي تعتبر في قلب المربع الذهبي، والوي في فينيو أيضا. يعني أما باقي المجمعات إما تكون خارج أربيل يعني خارج على حدود 120 أو حدود 150، فهذا المجمع يعتبر من المجمعات تكون في مركز أربيل. وأيضا أكو مجمعات أخرى مثل دريم سيتي، هذا أيضا يعني بس هذه البيوت تكون حسب الشخص هو ما يشتري القاع ويبني بيها أو يشتري بيها. طبعا والأسعار هناك تكون مختلفة، وإذا ما نقارن أسعار هذه المجمعات يعني المجمعات الراقية مثل الإنجليزي الأمباير الأمريكية، يعني نكون هاي نقارن يعني بأسعار بغداد حتى دريم سيتي يعني تكون مو كثير غالية. إذا ما نقارن بالأسعار المتر مربع الموجودة في بغداد تكون أسعارها أكثر وأغلى من أربيل. طبعا يعني هاي كمقارنة بسيطة، صراحة في كثير من التعليقات ورسائل إنه يشكون إنه من غلاء أسعار منازل العقارات في أربيل، بس يعني إذا إحنا نجي على الواقع هي تعتمد على الشخص اللي اختار المنطقة أو المجمع اللي يريد. يعني قارنا مثل مناطق تكون بغداد أو بصرة أو حتى بالموصلة أو أي محافظة أخرى عراقية، يعني إذا تتقارن من أرقى منطقة إذا تجي إلى منطقة شعبية، فإذا قارنا أسعار فأسعار أربيل هي جيدة مقارنة. طبعا هاي اللي بيجي اشوفه يعني انا انجليزية اعتبرها من الجماعات اللي اكثر يعني مرغبة من ناحية التصميم الموحد، من ناحية الحدائق، من ناحية الشوارع. لا دائما انصح بها الاشخاص اللي عندهم امكانيين يشترون هناك ويستثمرون لين بمستقبل هذا المجمع. ان شاء الله راح تكون عندنا فيديوهات اخرى عن باقي المجمعات في اربيل. اما بالنسبة للمناطق فرح تأخر يعني راح أخر يعني إلى حد شهر الثامن راح يكون عندي فيديوهات على موضوع المناطق في أربيل. هذه فترة فقط راح أركز فيديوهات على المجمعات، وإذا كان عندكم أي ملاحظة أو رأي أو أي مجمع تريدون الصورة تقدرون تخلوها بالتعليقات. أيضا اكتبوا بالتعليقات رأيكم حول هذا الفيديو وأيضا حول هذا المجمع، وشنو الشيء اللافت اللي عجبكم به. إذا كان عندكم ملاحظات حول طريقة الشرح أيضا اكتبوا لنا إياها، إذا كنتم تحبون
ونضيف تفاصيل أخرى، بس مثل ما ذكرت بالنسبة للفيديوهات التصوير الداخلي هاي تقدرون تحصلون عليها إذا تواصلتوا مع الرقم موجود على الشاشة، أو إذا حتى كنتم زارين أربيل زرتوا المكاتب العقارية راح تلقون لها التفاصيل يكون أفضل. يعني مثل ما ذكرت هدفي من هذه الفيديوهات هي فقط إعطاء رؤية عامة عن المجمع وعن الأسعار حتى يكون المشتري لديه تفاصيل كاملة عن كل الأمور متعلقة بالعقارات في أربيل. دعمكم مستمر إلي بالتعليقات وأيضا باللايكات يشجعني أن أستمر، وأيضا ملاحظاتكم الجميلة تكتبوا لي هي أيضا تخليني أتطور في نشر فيديوهات وأستمر أكثر. إن شاء الله يكون فيديو عجبكم، وإن شاء الله أحاول أصور أكبر عدد من الفيديوهات حتى يكون هناك أكبر فائدة للجميع. ومثل ما طرحت أن الأسعار اللي ذكرت هي تخص هذه الأسعار اليوم اللي نذكر به الفيديو، احتمال يصير صعود احتمال يصير يبقى نفسه، فقط حتى يكون هذا الأمر واضح للجميع. وراح أخليكم رقم هاتف واتساب تواصلون معه، هذا هو الرقم تواصلوا إياهم إذا كان عندكم أي استفسار حول الجماعات أو مشاريع أو الأسعار أو تفاصيل أخرى. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم أوقات سعيدة، مع السلامة.